الهاكوباثي. العلاج الهيدروجيني وفوائد الصحية والعلاجية لمادة الهيدروجينية. تم تصنيف الهيدروجين في دراستنا على أنها العنصر الثالث من العناصر الأساسية للحياة، فيلز من المصطلح الإنجليزي صاغنا Four Essential Elements of Life FEEL'S، مع العديد من الفوائد الصحية والعلاجية المتنوعة. وصغناها وافترضناها على أن هذا العنصر يستحق العلاج الخاص به. إن تطبيق الطرق العلاجية المذكورة سابقا ضمن هاكوا جالبينج Therapeutic Methods of Hakwa Galping أو الطريقة الصحية والعلاجية لتناول الماء الساخن أو برنامج تناول الماء الساخن، يثري جسم الإنسان بالهيدروجين الذي يحسن الصحة ويقلل من عملية الشيخوخة. يتكون جسم الإنسان من أعضاء، تتكون الأعضاء من خلايا، تتكون الخلايا من ذرات، وتتكون كل ذرة من الإلكترونات وبروتونات ونيترونات، ولا يمكن أن يوجد أي إلكترون في نظام حي بدون مرافقة الهيدروجين. وبالتالي فإن الهيدروجين هو جزء ضروري من كل جزء من جسم الإنسان، بما في ذلك نظام الخلايا العصبية بأكمله في الدماغ. يحتوي هاكوا ريفايتلايز ثيرابي أو الطب الهاكوباثي أو الإحياء بالهاكوباثي هاكوا ريفايتلايز على البحث العلمي الوحيد الذي يعالج الحاجة القصوى للحصول على وجود الهيدروجين الضرورية في الجسم والحفاظ عليه. عندما يتم تسخين الماء تتشكل الطاقة وتبدأ في تنشيط جزيئات الماء، جزئين من الهيدروجين وجزء واحد من الأكسجين باعتباره أخف عنصر معروف للعلم. لا يتأثر الهيدروجين بالجاذبية، هذا ما يفسر ارتفاع البخار وبخار الماء عموديا. نشير إلى هذه العملية باسم دورة الهيدروجين أو الدورة الهيدروجينية. تم فحص هذه المسألة بعناية في دراسات ألبرت زين جورجي وآخرين. يشعر الإنسان دائما بالانتعاش بعد قربه من الماء، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدورة الهيدروجينية التي تؤدي فيها طاقة الشمس على سطح الماء إلى تنشيط جزيئات الماء التي تحتوي على الهيدروجين والأكسجين. في عام 2007 ميلادية اكتشف أوساوا وزملاؤه أن الهيدروجين له خصائص ما مضادة للأكسدة، تحمي الدماغ من ضرر وإعادة التروية، وهو الضرر الذي يلحق بالأنسجة والسكتة الدماغية عن طريق تحييد انتقائي لجذور الهيدروكسيل OH minus والبيروكسينيسترين ONOO minus. هذا من موقع بالروابط تم نشره في موقع إلكتروني تم الاستعانة منه
بعنوان Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic hydrogen radicals. من الباحثين أوساوا ياي إيشيكاوا أم تاكاشاشي ك واتانابي أم نيشيماكي ك ياغا ياماغاتا ك كاتسورا ك كاتا ياما واي أصوح أس أوتا أس. وتم نشره في عام 2007. في النظام الحي يحرق الأكسجين الهيدروجين ويطلق الطاقة التي تدبر أجسامنا. لا يمكن لأي إلكترون أن يعمل في النظام الحي إلا أن إذا كان مصحوبا بالهيدروجين. ذرة الهيدروجين هي الأصغر من بين جميع العناصر ولديها نفس القدر من القوة المضادة للأكسدة مثل أي من المركبات المعقدة الأكبر. تم تسمية عنصر الهيدروجين في عام 1783 من قبل أنطوان لافوازي من الكلمة اليونانية هيدرو أي بمعنى الماء وجين منشئ. فكلمة هيدروجين أي منشئ الماء هو مصطلح علمي. بعد أن أعاد هو وشريكه إنتاج الاكتشاف العلمي السابق بأن الماء يتكون من حرق الهيدروجين، يمكن دعم هذا المبدأ بسهولة عن طريق فحص الماء في وعاء مغلق. بمجرد تسخينها تظهر قطرات الماء. عندما يتم تسخين الماء يتم أيضا تسخين الأكسجين الذي يحتوي عليه. هذا يؤدي إلى حرق الأكسجين للهيدروجين، حتى أن الطاقة الشمس تأتي من الاندماج النووي للهيدروجين. يتم شرح هذا التقسيم الأكسجين والهيدروجين داخل جسم الإنسان من خلال الطرق العلاجية هاكوا جالبينج ميثود أو ثيرابيتيك ميثود أوف هاكوا جالبينج أو البرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن للدكتور فارس الحجري. وبهذا انتهينا من الحلقة الأولى حول مادة الهيدروجين، وستليها الحلقات المتتالية فيما بعد. متحدث دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، مؤسس الطب الهاكوباثي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس هاكوا ويلنس، هاكوا للعافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.